السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعليم راندا مع أم نعمة. اليوم إن شاء الله غندير معكم هاد الدريس، هذا غندير مع هاد الخدمة اللي تشاركتها معكم. راني درت معكم أخواتي في الفيديو اللي قبل من هذا دورة العنق مسدودة، وهذاك الشرح يمكن لكم تطبقوه على أي راندا. دابا إن شاء الله في الفيديو غادي ندير معكم هاد الدرس، هذا راه جا تابع للخدمة اللي عندنا هنا في نصف توق، ودرس جديد وراه ساهل في الخدمة. أنا راني درست هاد لكم هذا من قبل غير باش نوريه لكم، وحتى أنا ندير الدرس نجربو ونشوفو كيفاش جا. راه مازال ما مصلوحش، غيبان لكم راني منشبه هنا بواحد الخيط، بغيت غير حتى نشري الخيط اللون في اللون عاد نبلو. أول حاجة كندير أنا دائما هو أنني كنلاقي هنايا لكم وكنشب، عاد كندور الدرس. راني خدمت هذا من قبل، غادي دابا إن شاء الله نبدا معكم في الكم الآخر من الأول. هو هذا الكم راه ملاقي، خديت العبار نشبته، غنخدمو بالحرير مبروم على ثلاثة الشعرات. بالنسبة للعقيق غنخدمو بجوج ألوان اللي خدمنا بهم في نصف توق، العقيق النمرة ثلاثة، الإبرة النمرة 11. نبداو بسم الله. أول حاجة تنسبقو في هذا الدرس هو أننا تندير واحد الضربة في التوب، تنشد هنا في الملاقية، غنهز هاد العوينة ديال الحرير صافي، ونشد هنا في التوب، تندي هاد الضربات في التوب غير باش ملي نبغيو نديرو العقيق بحال هنا هانتوما. ملي كنشدو هنايا العقيقه ما كتجيش العقيقه فوق التوب خاوي، كتجي فوق هذيك الضربه، وكيبان لينا حتى القياس. يعني باش ننقزو ديك العوينه للعقيق انا سبقت هاد الضربه هنا في التوب. غتبداو بها هي الاولى، ما تنحبكو ما والو، غير نشد هنا في التوب، نزيد حدا هاد الضربه ونشد عاوتاني. بالنسبه لهاد الضربه ديروا الابره غليظه بلا ما ديروها رقيقه باش ما تمحنكمش، خليوا الابره رقيقه حتى تبغوا تخدموا بالعقيق. هانتوما كنسبقوا بحال هكا، تخدموا غير حتى النص وتخدموا الدرس باش تشوفوا العبار ديالكم، باش يجيكم الدرس قياس واحد، ما يجيكوش في الاخر شايط شي نص ديال درسه. صافي، اول حاجه تنديروا تنسبقوا هاد الضربه في التوب. انا غنخدم واحد شويه ونرجع لكم. نكملوا دابا ملي كنضربوا هاد الضربه في التوب، نجي لهنا لهاد العوينه الاولى نثبت فيها الحرير، تنهزوا هاد العوينه ديال الحرير صافي، نعاود نشد هنا، هانتوما راه جوج ضربات يلا كيعطونا عوينه وحده، نعاود نشد هنا، خاص يوليو عندنا هنا جوج عوينات، ها وحده ها جوج، يعني ضربوا ثلاثه ضربات صافي. ونركب عقيقه، غنشوف لكم الاول اش من لون بديت ديال العقيق. انتما بديت بهاد القصبي، راه كنخالفو كل درسه كنديروها بلون. غادي نركب هاد اللون هذا، ملي تركب عقيقه غنخلي ليها هاد العوينه. هادشي علاش ضربت هاد الضربه في التوب هي الاولى، نخلي هاد العوينه الاولى ونشد هنا. انا نقرب لكم اخواتي، واخا تبان لكم الخدمه غليظه المهم تبان لكم واضحه. غنضرب جوج ضربات، ها وحده ها جوج، ونركب عقيقه في اللون الاخر. نخلي هاد العوينه لهاد العقيقه ونشد هنا، نضربو غير ضربه وحده ونركبو عقيقه في نفس اللون. نخلي هاد العوينه لهاد العقيقه ونشد هنا، نضرب عاوتاني جوج ضربات بحال الاول. ونركب عقيقه في اللون الاول اللي درنا، نخلي هاد العوينه ونشد هنا، غنضرب جوج ضربات في التوب، واحد جوج، ونرجع مع السطر، نرجع في هاد العوينه ونخدم في جناب هاد العقيقه ضربه من هنا وضربه من هنا. هاد العوينه اللي الوسط كنخدم فيها عادي،
نجي لهنا لهاد العقيقه، نضرب جوج ضربات، نضربو ضربه من هنا وضربه من هنا. نخدم هاد العوينه عادي، نضرب هنا جوج ضربات، نهز هاد العوينه صافي. كنخدم غير في هاد العوينه، هاد العوينه ما كنخدمش فيها. نرجع هنا ونخدم فوق هاد العقيقه ضربه ونركب عقيقه. نخلي هاد العوينه للعقيقه ونضرب جوج ضربات، كنخليو ما بين هاد اللون وهاد اللون جوج ضربات صافي. هنا غندير عقيقه، غنديرو غير مثلث هنا صغير. نخلي هاد العوينه ونشد هنا، نضرب جوج ضربات باش نركب اللون الاخر. راه ساهل اخواتي هذا الدرس، وتيجي زوين، درس كبير وراقي ديال الحضور. نضرب هذه الضربه ونجي هنا، تنضربو هنا جوج ضربات. هاد العوينه الاخرى ما نخدمش فيها صافي، ونرجع مع السطر. نخدم في هاد العوينه، نخدم في العقيق جوج ضربات، كنبقاو هنا نخدمو الخدمه عاديه بحال اللي كنخدمو العقيق عادي، غير كنبقاو نقصو من جناب باش يجينا الدرس على شكل هرم. كل سطر غنقص عوينه، غنخدم في هاد العوينه هنا وهاد العوينه ما نخدمش فيها، ونرجع مع السطر. نضرب جوج ضربات، ها وحده ها جوج، كنخدموها فوق العقيقه هنايا صافي، ونركب عقيقه اخرى. صافي المثلث الوسطاني راه حنا كملناه، غنخلي هاد العوينه ونشد هنا، نعاود نخدم فوق هاد العقيقه، غيجيونا الوسط ثلاثه ضربات صافي، نركب عقيقه اخرى. نخلي هاد العوينه للعقيقه ونشد هنا، غنضرب هنا جوج ضربات. هاد العوينه ما غنخدمش فيها، ونرجع تنخدمو هنا ونخدم جناب العقيقة. هنا في هاد العوينات كنخدمو عادي، في العقيقة كنضربو جوج ضربات، وحدة هنا وحدة هنا. غنخدم في هاد العوينة وهاد العوينه الاخرى ما نخدمش فيها صافي، ونرجع مع السطر. كنقلبوا الخيط لهاد الاتجاه، تنخدموا في هاد العوينه وفوق العقيقه، هي جوج ضربات صافي، ونركب العقيقه. نخلي هاد العوينه ونشد هنا صافي، الوسط غتبقى لينا غير ضربه وحده، غنركب عقيقه اخرى صافي. هنا كنبقاو نخدمو بحال الخدمه ديال الفي بحال هكاك. نخلي هاد العوينه ونشد هنا، كنضرب في هاد العوينه وهاد العوينه ما نخدمش فيها، ونرجع مع السطر. نرجعو عادي بحال الخدمه ديال العقيقه عاديه، نخدم في جناب العقيقه، تنضربو ضرب هنا وضرب هنا. هنا كيبقاو لينا جوج عوينات، كنخدمو غير في وحده وحده، كنطيحوها صافي، ونرجع غنضرب جوج ضربات، ها وحده ها جوج، ونركب عقيقه الوسط. نخلي هاد العوينه للوسطه ديال العقيقه ونشد هنا صافي، كنضرب في هاد العوينه وهنا وهاد العوينه الثالثه، راه كنطيحها ما كنخدمش فيها، ونرجع مع السطر عادي،
كنخدم في جناب العقيقه. هنا عندي جوج عوينات غنخدم غير في وحده وحده غنخليها صافي ونرجع. دابا راحنا سدينا العقيق اخواتي انتم، خدمنا مثلث بالعقيق صافي. دابا غنجمع هاد الرانده اللي فوق حتى هي غادي نجمعها، غنخدم في هاد العوينات ونطيح هنا هاد العوينه ما نخدمش فيها ونرجع نخدم في هاد العوينه هاد الثانيه صافي، وهاد العوينه ما نخدمش فيها ونعاود نرجع صافي حتى كنوقفوا هاد الهرم على اخر عوينه هي هادي صافي اخواتي. دابا ملي تنوصلوا لهنا نتمنى اخواتي يكون واضح ليكم، ملي كنوصلوا لهنا باش ندوزوا الخيط نجيبوا لهنا نخدموا به عاوتاني غنقلب بحال هكا هاد الدرسه وغنهز هاد الخيوط هادو. داك الخيط اللي كان تيبقى لينا دايز فوق العقيقه راه تيبان واضح، غنجي لهنا نهز هاد الخيط هذا فوق هاد العقيقه وننزل عاوتاني فوق العقيقه الاخرى تنهزوا هاد الخيط راه باين. غنزل مع هاد العقيقات كاملين حتى نوصلوا للثوب، ما كيجيش الخيط باين وساهل باش نهزوا هاد العوينه صافي. نقادوا الدرس بحال هكا انتم الخيط راه دوزتو من هنا وما جاش باين، نزلوا من هنا صافي ونكملوا بنفس الطريقه. راه هاد الدرس راه ساهل في الخدمه وراه دغيا كيطلع واخا هكاك وتيجي زوين. غادي نوري لكم دابا غير شحال كنخليو ما بين هاد الدرسه وهاد الدرسه، من بعد غتكملوا بوحدكم هانتوما. غنجي لهنا لهاد العوينه اللي خادمه فيها هاد الضربه هادي، غندخل فيها تاني الابره ونعقد هاد العقيده هنايا. انا ضربت هاد الضربه هنا صافي وغنجي لهنا نخليو هاد الشده حنا شدينا فيها الخيط في نفس العوينه وغنضرب جوج ضربات، واحد جوج ونركب العقيقه. ولكن هاد المره غنخالفوا اللون غنديروا اللون الاخر، غنبداو باللون الاخر نخلي هاد العوينه ونشد هنا. غنضرب دابا جوج ضربات ونركب عقيقه في اللون الاخر ما بين هاد العقيقه والعقيقه الاخرى، غنخلي غير ضربه وحده. ها انتما ضروري نخلي هاد العوينه اللي لتحت، نركب عقيقه اخرى خلينا ضربه وحده نخلي هاد العوينه العقيقه ونشد هنا. هنا غنضرب جوج ضربات، واحد جوج ونركب عقيقه في هاد اللون. نخلي عوينه العقيقه ونشد هنا، غنضرب هنا جوج ضربات، واحد ها جوج صافي. وكنبقاو نرجعوا اخواتي بنفس الطريقه. ها نتوما باش تخدموا بحال هادي رجعوا غير شوفوا الفيديو باش ما نطولش عليكم، من الفيديو يجي طويل بزاف. انا وريت لكم هنا غير القياس صافي، غتراجعوا من مع السطر حتى توصلوا لهنا عاوتاني وتعاودوا تراجعوا ديروا العقيق بنفس الطريقه، غير رجعوا لهادي غتشوفوا كيف ما درت لهادي ديروا هنا صافي. دابا ملي تنكملوا اخواتي الدرس غندوز ندير معكم هاد السنينات اللي درنا فوق الدرس، راه تيجيو زوينين كيدرقوا لينا هاد العوينات اللي تكونوا هنا وحتى كيزينوه لينا كيجي على هاد الشكل تيجي زوين. نركب خيط اخر حتى هو راه مبروم على ثلاثه الشعرات وغنبدل الابره، ما غنديرش الابره رقيقه لحقاش هنا ما عنديش العقيق. هما هاد السنينات كتخليهم حتى كدوروا مع الكم كامل، يعني كتساليوا الدرس وعاد كتجيو في الاخر وكدوزوا هاد السنينات. نجي لهنا لهاد الحبكه اللي عندنا هنايا، هي كتبقى هنا لتحت شاده هنا، غنشد فيها الخيط ونجي لهاد العوينه هادي. انتما عندنا هنا هاد العوينات وهنا هاد العوينات، غادي نجي للعوينه الاولى راهم بحال الدريجات دايرين. نجي للعوينه الاولى نشد فيها نرجع لهاد الخيط اللي جوج لويات على الابره وندير الخيط على يدي بحال اللي غنحبكو الاقواس بحال هكاك. عندي الخيط على يدي اليسار ونرجع لهنا نفس هاد العوينه ونغلف بثلاثه المرات، واحد جوج ثلاثه، ونعاود نجي لهنا لهاد الدريجه نرجع لهاد الخيط ندخل الابره لوج لويات وعوض ما نجمع هاد الرويس هذا
غادي نحبك على هاد السنينه، غندير الخيط على يدي اليسار ونحبك ثلاثه المرات، واحد جوج ثلاثه. نجي لهاد العوينه الاخرى، نرجع لنفس الخيط وندير الخيط على يدي اليسار، نغلف واحد جوج ثلاثه. نجي لهاد العوينه اللي حداها، نرجع لهنا للوجه لويات على الابره، ونغلف بثلاثه المرات، واحد جوج هاد ثلاثه. صافي راه ساهله اخواتي الطريقه، وهاد السنينات راهم تيجيو في الصراحه زوينين، راهما اللي دورت في الدوره ديال العنق، هما نيت هانتوما غير هنا جاو صغار. هنا اخواتي مع خدمه الدوره ديال العنق بالحرير على ثلاثه الشعرات، وباش يبقى العنق الشكل ديالو داير، راني درت هاد السنينات غير على جوج شعرات، راه بنفس الطريقه كيتخدموا. نكمل اخواتي هاد الدرس هادي، واحد جوج ثلاثه. هذه هي العوينه اللي تجي هنا الفوق، كنشدو فيها، نرجع لهاد الخيط والوجه لويات على الابره. هذه هي السنينه اللي غتجي هنا الفوق، نحاولوا نجروا الخيط الفوق، صافي ونغلف، واحد جوج ثلاثه. غنبدا دابا نازله مع هاد الجهه بنفس الطريقه، نشد في هاد العوينه الاولى، نرجع لهاد الخيط الوجه لويات على الابره، ونغلف، واحد جوج ثلاثة. صافي ونجي لهاد العوينة الأخرى، كنبداو نازلين عوينة بعوينة بنفس الطريقة، غنكمل هاد الهبطة كاملة. صافي اخواتي هانتوما كتبقى لينا هاد العوينه الاخرى، غادي نشد فيها ولكن ما غاديش ندير سنينه. صافي كيجيونا غير خمسه في الجي، هانتوما جوج ربعه خمسه، حتى هنا واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه. صافي وهاد السنينه اللي كتجي الفوق كتجي على هاد الشكل، غادي نوري لكم دابا كيفاش نكملو. هانتوما تنجيو لهنا لهاد العوينه اللي كاينه الوسط، كنشدو فيها بحال هكا عادي. صافي وكتكون عندنا هاد الدرسه بحال هادي، كندوزو الاول عوينه عاوتاني وتنبداو فيها مباشره سنينه بحال هادي مغلفه. صافي غير ردوا بالكم هنا ديروا خمسه وهنا ديروا خمسه، حقاش هنا كتبقى هاد العوينه تخافوا تغلطوا فيها وتعاودوا حتى هي ديروا فيها سنينه، لا هنا غير شدوا فيها وعاودوا شدوا في هاد العوينه للوسط، هادي كتبقى عندنا الوسط. انا غنوري لكم في الكم اللي مخدوم، هانتوما نشديت هنا في هاد العوينه اللي بقات وكنضرب واحد الضربه الوسط، صافي تندوزو الاول عوينه كنديرو فيها ثاني سنينه وكنغلفوها. هانتوما هذا هو الدرس اخواتي، غير تبعوا مع الفيديو وخدموا بحالها، راه سهله في الخدمه وتجي زوينه. ويلا نسيت شي حاجه ما شرحتهاش لكم غير فكروني فيها اخواتي، نعاود نشرحها لكم مزيان حتى تفهموا. راه هذا هو الدرس، هانتوما تيجي لهذا الشكل. انا بقيت كنخالف في الالوان ديال العقيق حتى كملت هاد الكم، غير هي ملي كتخدموا انتما نبديت من هنا كنبقى نخدم وكنعبر، ملي كنوصل هكا النص كندير حسابي. بحال دابا ملي جاوني هنايا خمسة درسات ونص، ملي كنخدم في الجهه الاخرى خاصني ضروري يجيني قد هاد القياس باش كنشد العبار ديالي، تنشدو بديك الضربه اللي كنشدو في التوب، كتحسبوا بحال كتشوفوا الدرسه شحال فيها من الضربه، وكتبقاو تضربوا دوك الضربات وكتحسبوا. ملي بقاو ليا بحال هنا غير خمسه الدرسات، كنحسبوا ليهم دوك الضربات اللي في التوب باش ما يبقاش لكم هنايا التوب خاوي اولا تجيكم غير نص درسه، خاص يجينا الدرس بحال هكا. كتشدوا عباركم بكري، يا اما تقربوا الضربات ولا تبعدوهم، المهم يجيو الدرايسات بحال هكا، خصوصا ملي تكون بحال هكا الدرس كبير. المهم اخواتي راه هذا هو الفيديو ديال اليوم، شاركت معكم هذا الدرس راه جديد، درتو مع هذه الخدمه ديال العقيق، اجا متناسق معها وجا زوين. بالنسبه لهاد القفطه راني مازال مصلحته، غنكملوا اخواتي باقي ليا فيه لكم الاخر، وغنكمل الهبطه اللي لتحت الملاقيه ديال العقيق اللي كنت درت معاكم، راني درت معاكم اخواتي حتى الملاقيه تجي زوينه. نتمنى اخواتي تشجعوني بلايك للفيديو، واللي ما مشاركش معنا في القناه تشارك، وبارطاجيو الفيديو مع الاخوات اللي مهتمات بالرانتا وباغين يتعلموا ليها باش يشوفوا هاد الدريس، راه الصراحه تيجي زوين وسهل في الخدمه.
هادشي اللي كاين اخواتي. نتمنى ان هذا الفيديو ديال اليوم يعجبكم، وشكرا لكم. السلام عليكم، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.